سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله راكم لاباس وبخير. الفيديو تاعنا اليوم بديته بمجموعه من الفساتين تاع القطيفه كما راكم تشوفوا. فساتين يعني هذو لي موديل، شوفوهم برك هكذا، لانه الموضوع تاعنا راح يكون على القماش تاع القطيفه. لانه رحت لواحد المحل، صورت لكم شوية مقتطفات هكا من الأقمشة، بما أنه الشتاء الشتاء قريب، يعني الحل بدأ يبرد. يا ربي نبدأ وهكذا نخيروا لي موديل حنخيطوهم للشتاء ونشوفوا وش كاين. قطيفتنا كما تعودنا كل عام يعني يجيبوا لنا الجديد. هذا المحل اللي رحت له راه هو كيما الإذاعة، يعني محل معروف وعنده أقمشة هايلة بالبزاف. أنا هذه هي القطيفة اللي شتا يعني جديدة عنده، عجبتني فيها بزاف لي موديل ولي كولار ثاني. هذه يقولوا لها قطيفة كريستال، قطيفة كريستال، شوفوا كفاية تبريي، تهبل يعني كل لون، يقول خوه ريح. عجبوني بالبزاف، شوفوا لي كولار هايلين هايلين. قلت لكم عنده يعني بزاف لي موديل تاع القطيفه، عنده بزاف بزاف قطيفات، مي انا عجبتني هذه، يعني كي تتخيط موديل هكا مليح، تكون يكون فستان عصري. مهم بزاف يعني كاين لي موديل الخياطه كاينه، كي تتخيط خياطه مليحه والله تجي شابه بزاف. شوفوا شوفوا دوك لي كولار هايلين، وفي الحقيقه يعني اروع من هكا. انا عجبتني هذه، شوفوا يعني والله كي تتخيط خياطه مليحه تجي هايله. كما قلت لكم يعني والله كاين بزاف بزاف الالوان. هذه 75 الف المتر. المهم قلت لكم عجبوني، قلت نعتلكم باش تروحوا تشوفوا، يعني اللي بغات تخيط للشتاء موديل جديد ولا هاي ليكم بعض المقتطفات ولا بعض لي موديل من القطيفه. من بعد من القطيفه رحت لواحد المحل تاع الفضه، راه هو كيما هذيك الطريق اللي يبيعوا فيها الفضه يعني معروفه، ومفاصل السوق العتيق. عنده واحد الحوايج يهبلوا، شوفوا هذا الحزامات تاع البرونز، وهذو اللي هنا راهم كي فضه ومشله، هذو فضه مشلين بالذهب. شوفوا يعني وش باهيين وش ملاح، ما يتفرقوش على الذهب نهائيا، والله ما يتفرقوا. وفيهم يعني دي موتيف هايلين، دي موتيف بلك ما نلقاوهمش حتى في الذهب. هذو تاع الفتله كما راكو تشوفوا، شابين والله في اليد، ما خلاوش يعني باش نقول لكم كل موديل، كل موديل ولا شارم تاعو. المهم عنده بزاف الحوايج، شوفوا عنده لي بارير، عنده كلش وكل حاجة، والبري تاعها يعني كل حاجة محطوط البري تاعها قدامها، ما تسقسي وما تكسروا راسكم، غير تتفرجوا وتشوفوا. هاوليكم يعني كيما نقولوا العرايس اللي ما قادرينش على الذهب ولا، تقدر تشري هذا نورمال، يخي اصلا نلبسوا ذهب برك للزينة. كيما تشوفوا هاوليكم شابين هايلين هايلين بزاف. نخليكم عزيزاتي تكملوا تتفرجوا هذا المقتطفات ونرجع لكم.
حبيباتي روحنا مباشرة للمطبخ. راح ندير العشاء، ندير بروكلو، بروكلو مقلي، عندي راس بروكلو، حفنة حمص، عندي بصلة كبيرة مقطعة، عندي أفخاذ دجاج، وعندي التوابل وشوية معدنوس مقطعة. وش راح ندير؟ راح نجيب البرمة تاعي، نحط فيها أطراف الدجاج كما راكم تشوفوا معايا، نحط اطراف الدجاج تاعي في البرمه. من بعد رايحه نضيف لها هذيك البصل، نضيف لها البصل المقطع كما راكم تشوفوا. انا كي ندير مرقه بيضه ما نديرش فيها الثوم، راح نكتفي بالبصل فقط. من بعد نضيف لها حوالي 3 ملاعق تاع زيت، يعني الزيت على حسب الحاجة، أنا ما نحبش نكثر الزيت في الماكلة، يعني ماذا بينا نقصو لي دام. دركا رايحة نحطها فوق النار تتقلى، نحطها فوق نار هادئة، يعني فوق نار قليلة، نحطها تتقلى مليح، يتقلى البصل تاعنا يعني حتى يذبل، نخليها تتقلى في عقلها. من بعدها وش نروح ندير؟ رايحة دركا نوجد البروكلو تاعي، نحطه في الكسكاس باش يفور. انا نفضل اني نفور البروكلو احسن من انه نغليه، لانه كي نغليوه راح يهز لنا الماء بزاف، راح يهز كميه الماء بزاف، فبالتالي كي نفوروه احسن يمد لنا نتيجه مليحه. هنا راح نحط معاه فص ثوم باش ينقصلو شويه الريحه، كما نعرفوا البروكلو ريحته شويه قويه، وفي نفس الوقت يمدلو نكهة، يعني الثوم يعطيه شوية نكهة. نحط البروكلو تاعي يفور، ونجي دركا نوجد الخلطة تاعي اللي راح نغلف بها البروكلو باش نقليوه. عندي فص ثوم هنايا رحيتو، عندي هي ربع بيضات، عندي شوية موطارد، وعندي التوابل اللي هي نفسها اللي حطيتها في المرق، اللي هي كسبر وملح وكركم وفلفل أسود وشوية زنجبيل ثاني حطيته في المرق، ولهنا فارينة باش نعقد بها الخليط تاعي. كيما راكم تشاهدوا لهنا حطيت 4 بيضات، يعني البيض نحطو على حسب الكمية تاع البروكلو. نخلطو المكونات تاعنا كل مليح مع الفارينة، نديرو حسب الحاجة، نخلطهم مليح ونخليهم بجهة. نجي دركا للبرمة تاعي نحركها شوية، يعني هاي ليكم البصلة مازال ما ذبلتش مليح. من بعد واش راح ندير؟ راح نحط هذوك التوابل والكسبر، والمعدنوس. المعدنوس تحبوا تخليوه من بعد كي تمرقوا، تحبوا تحطوه درك، انا نحب النكهة تاعو، يعني نحطه مع التوابل باش يمد لي نكهة للدجاج. ونحط شوية، ما ماشي بزاف، شوية باش ما يتحرقوليش التوابل تاوعي. ونخليها تكمل يعني تتقلى هذيك البصلة مليح باش تذوب لي، ما تبقاش هكاك نية. نحط شوية ما فقط على جل التوابل باش ما يتحرقوش، يعني كي نخليهم غير في هذيك الزيت، واصلا ما درتش الزيت بزاف، راح يتحرقوا لي وما يمدوليش طعم للمرقة تاعي. هنا ضفت الحمص. المهم نخلي البرمة تاعي تتقلى في غرفها حتى تتشرب كامل هذيك المرقة، وهذيك الساعة نمرقوها ونقفلوا عليها. كيما راكم تشاهدوا معايا هاي ليكم، بعد ما نقص الماء هذاك خلاص والبصلة تاعي يعني تقلات مليح، دركا نمرقها ونقفل عليها. ومن جهة رحت نوجد في الكسرة كيما راكو تشاهدوا معايا، هاي ليكم الكسرة تاعي، رايحة نطيبها ونرجع العشاء نشوف وين نلحق. اللي هنا كان البروكلو تاعي يعني طابلي، نحيه دركا، نوجد المقلة تاعي والزيت نحطها تسخن، نحط دركا البروكلو في هذيك الخليط اللي كنت درتو، يتغلف لي مليح يعني حتى الحبة تهز مليح، تتغلف لي يعني بهذا الخليط مليح، ونقليهم، نقلي البروكلو تاعي ونشوف دركا الدجاج تاعي يكون طاب، نحيه من هذاك المرق، نحي الدجاج تاعنا من هذاك المرق
انصفيه ونحي ثاني الحمص حتى هو نحيه من المرق. راح تبقى لي غير هذيك البصله في المرقه هذيك. واش نروح ندير؟ راح نرحيها بالبرا، راح نرحي هذيك البصله باش ما تبقى ليش هكاك يعني كيما نقولوا كيما راكم تشوفوا لهنا، هاي مازالها صح طايبه مي مازالها هكاك قيطح. رايحه نرحيها بالبرا باش نتحصل على هذيك الصوص اللي هنا. الدجاج تاعي حتى هو رايحه نغلفه بهذيك الخليط تاع البروكلو باش يتحمر لي مليح ويجي حتى هو بنين. يعني كنا نديروا له هذا الـ نغلفوه بهذه الطريقه يعني ونقليوه يجي محمر مليح وبنين. المهم نكمل نحمر الدجاج تاعي والبروكلو ونوجدهم كامل، نحطهم قدامي باش نعاود نحطهم في بعد ما يعني نقطرهم من هذيك الزيت. طبعا نعاود نحطهم في هذاك المرق اللي كنت رحيته ونعاود نرجعهم كامل في هذيك المرقة ولا الصوص. نحطهم فيها ونحطهم فوق النار شوية، ما نخليهمش يطولوا يعني غير يهزوا الغلية ونطفي عليهم. كما راكم تشوفوا معايا نعاود نحط البروكلو تاعي في المرق، نحط الدجاج، نحط الحمص، نعاود نحط كامل الحوايج تاوعي. كيما قلت لكم جيست يهزوا الغلية ونطفي عليهم ونقدمهم في الصحن التقديم. هذه هي يعني هكذا ان ندير البروكلو تاعي. نتمنى يعني انكم تجربوا الوصفة، نتمنى انه تنال اعجابكم. كما شفتوا التوابل هذوكم اللي كنت حطيت كانوا مدوا لي بنة رائعة للمرقة تاعي، للبروكلو ثاني جا بنين، خاصة الكركم يعني لهذا المرق تاع البروكلو يمد له طعم لذيذ، يجي بنين. هاوليكم الطبق تاعنا بعد ما كان وجد وقدمته في الصحن كما راكم تشاهدوا معايا. هذه هي الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى يكون عجبكم ونتمنى يكون افدتكم بالمواضيع اللي قدمتها لكم اليوم. وما تنساوش اخواتي ديروا اعجاب، واللي ما اشتركوش في القناه نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه وشكرا.